سلام بكم في هذا الفيديو. سنستعمل بوت الميد جورني في وصف صورة لعلي بن أبي طالب. يعني شاهد معي، سوف نضع له الأوصاف فسنرى هذا بوت الميد جورني قادر على إحداث صورة من خلال الملامح. إذا شاهد معي، سنجمع بعض المعلومات عن وجه علي بن أبي طالب من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يعني دعنا نأخذ بعض ملامح وجه علي ونترجمها للغة الإنجليزية ونعطيها لبوت الميد جورني ونرى هل سيستطيع أم لا. إذن كل المعلومات أخذناها من إسلام ويب، وهو موقع موثوق بالنسبة للمسلمين. إذن شاهد معي، دعنا نأخذ شاهد معي على سبيل المثال، ما هي الشكل، صفات الشكل. دعني أخذ بعض المعلومات على سبيل المثال: مربوع القامة، لا طويل ولا قصير، كثيف اللحية. نأخذ كثيف اللحية بهذه الطريقة، نضع في تراديكشن يعني big beard. دعني أجمع بعض المعلومات وسأعود لكم وسنضع كل تلك المعلومات لبوت الميد جورني ونرى هل سيستطيع أن يعطينا يعني صورة مقربة لعلي بن أبي طالب. خليكم معي. إذن كما نشاهدها، قد جمعنا بعض المعلومات: كثيف اللحية، عريض المنكبين، ضخم الذراعين، وجميل الوجه. دعنا نأخذ معلومات أخرى يعني عن شكل علي بن أبي طالب: أصلع شعر الرأس، يعني لم يكن لديه شعر. يعني دعنا نضيف أصلع، دعنا نضيف أكثر للسمنة، أدج العينين. يعني كما نشاهد هنا، قد جمعنا بعض المعلومات: هو ضخم عريض المنكبين، أنا نضيف قوي البنية. يعني خلينا نضيف معلومات أخرى: عريض المنكبين، أشددها، أصلع، ليس له شعر في رأسه، كبير اللحية، إذا مشى تكفأ، وإذا أمسك بنفسه. يعني هنا أخذنا بعض المعلومات، يعني لا نعلم هل هو كان أبيض أم أسمر أم أسود، يعني لا نعلم. دعنا نأخذ بعض الصفات علي بن أبي طالب الجسدية والخلقية. يعني هل كان أبيض اللون أم أسمر أم أسود؟ يعني هنا أخذنا الكثير من المعلومات. أعتقد أن هذه المعلومات كافية، إذا لم تكن كافية سنضيف معلومات أخرى. يعني bushy beard, broad shoulder, big great arms. إذا بعد أن أخذنا جل هذه المعلومات، دعنا نعطيها إلى بوت الميد جورني ونرى هل سيستطيع هذا البوت محاكاة صورة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. دعنا نعطي هذه المعلومات وننتظر إلى حين ما يعطينا صورة ونرى هل ستكون يعني قريبة للواقع أم لا، ونضيف بعض المعلومات الأخرى لهذا البوت. إذا ما علينا سوى الانتظار. هنا يقول لك waiting to start، فبدأت تظهر بعض الصور. كل ما علينا سوى الانتظار لكي تظهر معنا الصورة من خلال المعطيات التي أعطيناها لبوت الميد جورني وللذكاء الاصطناعي. أعتقد أن الصورة قد تمت، دعونا نبحث عليها. ستظهر معنا الصورة بعد قليل بحكم ضعف صبيب الانترنت، فالصورة قد تأخرت في الظهور. يا الله يا الله، هذا قوي جدا. هذا لو كان مثل هذا كان
حقا حقا، يعني هذه الصفة اللي قالوا كون أنه إذا شد الرجل من يده أعانى منه، فهي صورة يعني قريبة للواقع. لو كان علي بن أبي طالب هكذا سيهابه الكل يعني بالطبع. شيء بقى يخلينا نضع الصورة، نزيدها بعض الصفات، نزيد هذا يظهر على أنه يعني شخص أوروبي أكثر من أنه شخص عربي. صورة رائعة جدا، يعني كالأوصاف اللي أعطيناها له كانت محاكية للواقع. كبير الكثيفين، قوي البنية، أصلع الرأس، ذو لحية كثيفة. يعني نزيده بعض الأوصاف، دعنا نزيده بعض الأوصاف ونرى. لنأخذ نفس هذه الأوصاف، نأخذها هكذا، نأخذ هذه الأوصاف كوبي وضعناها، نزيد هذه الأوصاف، نزيدوها مثلا، نزيدوها مثلا عربي، أو من نزيدوها مثلا بعض الأوصاف التي رأيناها هنا. تعال نرى على سبيل المثال صفاته الجسدية، تعالوا، ضخم البطن، عريض المنكبين، يعني ليس بالطويل ولا القصير، يعني هنا شاهد ما هي. كما إذا أمسك بذراع رجل رضي الله عنه أمسك بنفسه فلم يستطع أن يتنفس، وكأنه شديد السعيد واليد، وإذا مشى للحرب هرول رضي الله عنه. دعنا نضيف مثلا كون أنه عربي، يعني من ابن هاشم، يعني سيكون لونه أقرب للحنطي من أنه يكون أبيض اللون وذو عينين زرقاوين. دعنا نضيف مثلا أربك، ونضيف له مثلا بلاك ايس بهذه الطريقة. يعني خلينا نشوف الآن، ستكون أقرب للواقع من الصورة السابقة. هنا يقول لك ويتين تو ستور، إذا دعونا نرى هل سنستطيع الوصول إلى محاكاة صورة علي بن أبي طالب في الواقع. نحن لا نعرف صورته إلا أنها من خلال تلك الأوصاف. دعونا نعرف صورة علي ابن أبي طالب، هذه ستكون أقرب، هذه ستكون أقرب، أعتقد هذه ستكون أقرب للواقع. 62 مازال، ما عليك سوى الانتظار إلى حين ما يعطيك 100%. هنا سيعطيك الصورة بجل تلك الأوصاف التي أعطيتها للبوت. أعتقد أن هذه ستكون أقرب للواقع. شاهد معي هذه الصورة، الصورة الثالثة والصورة الرابعة، حتى الصورة الثانية، يعني إلا أنه أعتقد العينين، يعني خلينا نشوف مثلا أسمر، نعطيه أسمر، نزيده هنا أسمر، أسمر يعني بهذه الطريقة، نعطيه هكذا. نأخذ هذه الأوصاف كوبي، نعود نعطيها للبوت. أعتقد أنها ستكون الصورة النهائية. شاهد معي، دعونا أيضا ننتظر إلى حين ما يعطينا صورة علي بن أبي طالب رضي الله عنه محاكية لواقع هذا البوت. دعونا ننتظر. أعتقد أننا وصلنا إلى الصورة، اثنين وستين، 100%. شاهد معي، أعتقد أن هذه الصورة
جيدة جدا هذه الصورة، أعتقد أنها جيدة جدا. يعني أريد إضافة شيء بسيط، أريد إضافة شبه الجزيرة العربية على سبيل المثال، نعطيه نفس الأوصاف، نزوله هذا أرابيك، نخليه براون، نزيدوها بلاك، عفوا نزيدوها بلاك ايز اند هير، ونزيدوها مثلا شبه الجزيرة العربية. من شبه الجزيرة العربية. أرابيك. نضيف هذه. أنا أعتقد أن كل هذه الأوصاف هي جيدة، دعني أتأكد من هذه الأوصاف. تخيل كثيف شعر اللحية، واسع الكتفين، أذرع كبيرة، وجه جميل، أصلع قوي، عيون سوداء، عيون سوداء بنية، يعني نحيد هذا البنية، سوداء قوية، أصلع سوداء، وشعر من شبه الجزيرة العربية. اليوم نشوف، أعتقد أن كل يعني beautiful، خليوها handsome أفضل، ستكون handsome ستكون أفضل، وسيم أفضل من beautiful. يعني دعونا نضيف جل هذه الأشياء. نعطيها انتر وننتظر. بلاك سترونج بلاك ايز اند هير فروم ذا ارابيان، يعني دعونا ننتظر. اعتقد اننا وصلنا الى الصورة الكاملة. من يكسب الانتظار الى حين يتم تفعيل جل هذه المعلومات. ليس هناك تغيير كبير، إلا أنها أقرب للواقع. شاهد معي، الصورة كانت تكون أقرب لو أن الأعين سوداء. هذه الصورة جيدة، جل هذه الصور هي جيدة، وأنا أعتقد أننا وصلنا لنتيجة جيدة أو نتيجة مرضية. وهنا وصلنا إلى نتيجة أسطورية بصراحة. سوف أقوم بسيف لهذه الصورة، وستكون هي الصورة التي حكاها بوت ميدجورني لصورة لعلي بن أبي طالب. كانت هذه حلقتنا اليوم، شكرا لكم وإلى اللقاء.